يو يا أهلا، هذا المقطع يا أساطير رح يكون فقط مقطع خفيف لطيف إن شاء الله، فما رح أطول عليكم. فقط حبيت من خلال هذا المقطع أني أبارك لكم في شهر رمضان المبارك، فرمضان مبارك، اللهم اجعله لنا وإياكم من صيام وقيام يا رب، ويجعل هذا الشهر خير وبركة علينا وعليكم. أوكي يا أساطير، الآن بالنسبة لجدول تنزيلي لهذا الشهر، فإن شاء الله رح أحاول قدر الإمكان، يعني رح أحاول قدر الإمكان أني أنزل تقريبا مقطع كل 4 أو 3 أيام. أدري أني قلت هذا الشيء في مقطع العودة، بس والله يشوفوا ما رح أعطيكم أعذار، بس أنا بطبعي كسول جدا يا جماعة. حتى في أيام الدراسة كنت أسحب مرة يوم، مرة 3 أيام، ومرة أسبوع. فياب يا شباب، نصيحة مني، لا تسوون زيي واهتموا بدروسكم. هذه الحركات حقت إيه الدراسة ما منها فايدة، إيه وش رح أستفيد من الدراسة، هذه الحركات ما رح تنفعكم مستقبلا. فلا تخلون الأنمي والمانجا يلهونكم عن الدراسة وبس. المهم يا شباب، هذا كان كل شيء بالنسبة لهذا المقطع. مجددا رمضان مبارك، والمقطع الجاي إن شاء الله رح يكون إما بعد يوم أو يومين. وبس كالعادة لايكاتكم، شوفكم في المقاطع الجاية، وبيس.